البروبليم 13.12 اللي هو هذا البروبليم. هذا بروبليم مهم، هذا البروبليم مهم اللي هو حبل مايل. حبل المايل فكرته انه اذا كان زي هيك الشكل التنشن ما بنحله، بنضربه بمسافة قانون الكوساين نطرحها من 1.2، يعني 1.2 ناقص مسافة قانون الكوساين. طب شو معنى هالحكي؟ عندي ام ساوي 7 كيلوغرام، عندي ام 7 كيلوغرام realized from position v بساوي 1.5، v1 بساوي 1.5، وبعدين v2 بساوي 3، بعدين الدلتا اكس المشافة المشاهة 0.6. اوجد الورك اللي صنعه الفريكشن، يعني انا بدي اوجد هاي. فايش احنا زي ما حكينا دائما، هاي المعطيات طبعا زي ما حكينا دائما، T1 plus U12 بساوي T2. بدي احلل البلوكة، هاي بلوكة مالي في عليها تنشن، تنشن ما بتحلل زي دائما او زي الاشياء الثانية. وفي عندي MG sin، وفي عندي فريكشن، وفي عندي ايش MG cosine، في نورمال بس انا بدوش هو هاي كوساين 15 اللي هي الزاوية. فانا شو اقول له T1 اللي نص في 7 في تربيع اللي هي 1.5 تربيع، زاد هسا U12 في عندي التنشن، تنشن بكم؟ 1.2 ناقص مسافة قانون الكوساين، مسافة قانون الكوساين لو سميناها دي تساوي جذر شو المثلث اللي عندي؟ عندي المثلث 1.2 تربيع زائد 0.6 تربيع اللي هي المسافة اللي مشاها، ناقص 2 في محاصل ضربهم في الزاوية بينهم اللي هي 15 كوساين 15. كم تطلع؟ تطلع على آلة حاسبة شو الجذر؟ جذر 1.2 تربيع زائد 0.6 تربيع ناقص 2 ضرب 0.6 ضرب 1.2 ضرب كوساين 15 بطلع 0.639583 يعني زي هيك متر. فايش بضرب بحطه هون 0.639583. شوف عندي الفريكشن ناقص يو فريكشن، هو اصلا هذا طالب هذا الاشي، ناقص ام جي ساين 15 في المسافة اللي مشاها 0.6 شو بساوي؟ نص في 7 في 3 تربيع. اجمع تي هسا الشكل عندي، الشكل عندي هاي 140، فاذا هاي بتاخذ 70 وهاي 70، اذا هاي اخذت 70 هاي بتاخذ 70، اذا التنشن كم؟ 70، هاي 70 اضربهم وخبص بطلع معي يو فريكشن مع الحساب زي حل المانيوال. حل المانيوال في عندي ماشي زي هيك اللي هي سالب 4.94. طبعا لو طلع موجب يعني انه الفريكشن لفوق اذا انحركت لتحت، مش مشكلة مش بهمنيش. او كيف حله؟ اوجد قانون الكوساين، طبعا هذا خلص حفظ يعني شو سبب شو التفسير خلص. قانون كوساين زي هيك طلع له مسافة تطرحها من مسافة الحبل، هاي تكون مسافة الشد. بعدين ايش؟ نطبق قوانين يو 1 2 تي 1 بلس تي 1 2 بس عوض. السؤال اللي قبله كان طالب ايش؟ حكى لي اترست اوجد ايش؟ اوجد السرعة بعد، فهو حكى فيش فريكشن يعني الشد بعمل نفس الطريقة. الريست تي 1 0 طالب تي 2 فنفس الطريقة يعني ما مش هالصعوبة. بس هاي السؤال بروبلم 12.12.